وهيدي سفرة رمضان اللبنانية. مرحبا واضح، أنا اسمي غدير، أنا ست بيت لبنانية. حنشوف سوا كيف نحن منحضر الأفطار، كيف مفروض نحن نتساعد. أولادنا ممكن يشاركولنا بكل لحظة من لحظات هيدا النهار. عادة تقاليد شهر رمضان تختلف عن باقي أيام السنة، يعني بشهر رمضان لأنه منسهر لفترة طويلة فمنطول كمان شوي بالنوم، منفيق بوقت متأخر، بنقلل شوي الحركة، بنعود للعبادات، للصلاة، لقراءة القرآن، لتحضير الأكل، شوية ترتيبات كل يوم، شو مفكر شو بدنا نعمل أكل، شو بده يكون فيه على السفرة، حتى لما يكون فيه تنوع دائم. الأكلات اللي بالإجمال بدها وقت تحضير قبل كتير، منحضرها قبل ما يبلش الشهر الفضيل بكم يوم، بيكونوا بالتلاجة علشان دغري ينزلوا على الطاولة، نقل الرقاقات، نقل القطايف، نلف ورق العريش. الفتوش هو من المازات اللبنانية المشهورة، هو طبق أساسي على السفرة حتى مش بس بأيام رمضان. من أساسيات طاولة الرمضانية سفرتنا الجلاب وقمر الدين. جلاب وقمر الدين فيهم نسبة سكر بتعطي الطاقة بعد نهار طويل، وكمان المية اللي هو لازم نحنا نشربه على الإفطار وحتى على السحور. وهيك منكون علينا القطايف. القطايف بجوز أو بقشطة، الكلاج الرمضاني وزنود الست، هن من الحلويات يلي مفروض تكون أو منحب أنه هي تكون على سفرتنا الرمضانية. التمر، الزبيب، القلوبات، قمر الدين أو فينا نقول المشمش المجفف، الجلاب. وهيدي سفرة رمضان اللبنانية، منبلشها حبة تمر رطب، شوربة، فتوش أو تبولة، ممكن نعمل فتة، مقبلات من رقاقات، فطاير، كبة مقلية، ممكن كبة نية. المنسف أو القوزة اللبنانية اللي هي عبارة عن رز ولحمة، ممكن اللي ما بحب اللحمة يستعيد بالدجاج على الوجه. ممكن أسماك مثل السمكة الحرة، أطباق بتتقدم مع الرز، الكواج أو المنزلة أكلة لبنانية. ممكن ست البيت تحضر ورق العنب يلي هو ممكن المقانق، كمان بينزاد كتير مقبلات زيادة على الطاولة. مرحبا واضح، أنا مهند وأنا كمان بصوم، بحب كتير رمضان. خلال النهار بقرا قرآن، بساعد الماما عشان تعمل الفطور، وبجرب ما اعمل شيء بخليني احس بالعطش. اجمل شيء انه نحن بنرجع بنجتمع من اول وجديد، بيكون عندنا تواصل من اول وجديد، صله الرحم يلي بنرجع بنفكر باحبابنا يلي قلنا زمان ما شفناهم، زمان ما التقينا فيهم، نرجع نحكيهم، نعزم بعض، نقعد سوا، حتى منزور بعض، نبعث لبعض، نفكر بجارنا وبسابع جار. رمضان شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر بخلينا نحس ببعض، شهر بخلينا نتشارك الأحاسيس بالجوع، أحاسيس بالشبع، أحاسيس بالمشاركة، بتخلينا نفكر فعلياً بإنسانيتنا. هذا الشهر الفضيل هو شهر بركة، هو والبركة مش بس بالأكل وبالسفرة، البركة هو بالتعامل، بالتواصل، بالمحبة، بالألفة. رمضان كريم.